جدا أن نحافظ على الموروث الثقافي الفلسطيني الشعبي وأن نعمل على نقله للأجيال المختلفة. في تفاصيل أكثر نتابع في التقرير التالي مع الزميل فايز عباس. تراثنا هو هويتنا، قوميتنا، لازم نحافظ عليه، هو الأصل والجذور. فعشان هيك عشان نضل نعيده ونكرره تتمسك فيه الأجيال الشابة. وعندنا اليوم أكلات شعبية زي الكبة، زي المناقيش، كلياتها، وزي ما انت شايف من كافة الشرائح جايين يشاركونا البرنامج. طبعا أكلاتنا الشعبية اللي أنتجوها جداتنا وستاتنا بالمطبخ الفلسطيني العريق هي مش بس صحية وشهية، وفي عودة اليوم إنه منشوف حتى الغرب قاعدين يسرقوا طبخاتنا زي المقلوبة، زي المنسب، زي المسخن. فإحنا منعتز ومنفتخر بأكلاتنا الشعبية اللي هي مش بس مذاق وبرضه مطبخ صحي، والمطبخ الفلسطيني هو أعرق مطبخ بالتاريخ. احنا بنبني المجتمع عن طريق الجيل. شو انت بتعطي للجيل الصغير؟ انت عباره عن بتربي جيل اللي هو ينهض على مجتمع خالي من العنف، مجتمع اللي هو حضاري مثقف. وهي هي طبعا وظيفه المركز الجماهيري، انه نغرس جميع القيم الانسانيه والحضاريه والثقافيه للجيل الصغير لحتى ينشأوا على برامج واجواء اللي هي مريحه للمعيش. طبعا الاكل والتراث هو علاقه متينه جدا اللي احنا عشنا في قديم جدا مع اجدادنا وجداتنا واسيادنا على هاي الاشي اللي احنا تربعنا عليه. فالاشياء الشعبيه القديمه هي بتوحي لشغلات ترجعنا للعهد القديم، واحنا ناخذها وننطيها للجيل القادم. طبعا على اساس احنا هذا الشيء نخليه بصمه ما تموت، انه دائما باستمراريه نستفيق هاي الاشياء القديمه ونستدرسها ونخرفها لاجيالنا والجيل يعطيها للجيل الاخر، ما تموت هاي الذكرى الجميله. حنا يا حنا يا ورق الزيتون، حنا يا حنا يا ورق الزيتون، والحنا لايق على دين المزيون، والحنا لايق على دين المزيون. حنا يا حنا يا ورق السريس، حنا يا حنا يا ورق السريس، حنا لايق على دين العريس، حنا لايق على دين العريس. غنان اللي غنتها كثير حلوة وجاب لي الحنة كثير حلو، برجعنا لأيام زمان كيف كنا نجيب الحنة، بذكرنا بهاي الأيام. أنا بأيد إنه كل فترة يعملوا هيك عشان يظل الإشي مترابط من الجيل الصغير للجيل الكبير،
ما يروحش عليه إشي، بيظل هذكريات في عنده. فلسطين لا تحزني يا زهرة البلدان، شدوا أزرك شدوا أزرك من العرب ملايين، يا مسجد الأقصى وافرح لا تكن حزنان، لبيك لبيك عند الضيق نادينا، وكنيسة المهد من كان بك طمعان، وإذا هجرناك إلى الرحمن اشكينا. كملين معكم مشاهدينا في محطاتنا.